كل الرجالة عامة عندها براح قوي في الموضوع ده، يعني احنا كرجال بصراحة قلبنا مفتوح جدا لكل النساء، ويصعب علينا قوي انثى تيجي كده تقرب مننا او تقول لنا انا معجبة او انا بحبك ونكسر بخاطرها. بصراحة احنا كرجال لازم نعترف يعني بالنقطة دي، حتى لو احنا مرتبطين. يعني طب انا مرتبط، طب انت يا عم معاك واحدة ماشي، بس ازعل دي؟ يعني بالله عليك تيجي الكائن الرقيق ده انا زعله؟ يعني انا كبله ما بفهمش. عامة هو ده موضوع حلقتنا، معانا كل الرجال في حلقة النهاردة وهنوضح النقطة دي، ونتكلم من ال 12 للمركز الأول الرجال اللي هي يعني قلبها مفتوح لكل النساء. يلا بينا. رحب بأكبر الناس في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين. بعتذر عن الغياب وبشكر حبايب قلبي اللي سألوا عليا الكام يوم اللي انا غبتهم وبعتوا لي ويطمنوا عليا. دول ناس أصيلة، سواء شباب فدول رجالة أكيد، وسواء بنات طبعا إخواتنا وعلى راسنا من فوق، ومش عايز أوجع دماغكم وندخل في موضوع حلقتنا، ولكن يا ريت الجديد يعرفنا بنفسه، رحب بيه، ما اشتركش يشترك. وتوقعوا بقى، كل رجل يتوقع نفسه كده، وكل انثى اكيد مرتبطه تقول لنا تتوقع حبيبها واللي كانت مرتبطه بيها يجي في المركز الكام. انا بقرا كل تعليقاتكم. في المركز ال 12 هو رجل السرطان، ولكل قاعده استثناءات. انا عايز اقول حاجه، كل الرجال ما تمنعش ان هي ترتبط باكتر من انثى، انما في ما بيعرفش. يعني في رجال معينه مرتبط بواحده بس، في واحده حلوه، فالواحدة الحلوة دي بتقرب منه، هو من جواه ممكن نفسه ان هو يقرب منها بس ما يعرفش. يجي يقرب يلاقي نفسه شعر بالذنب، بتأنيب الضمير، نفسيته مش مرتاحة، حاسس ان هو بيخون اللي مرتبط بيها، حاسس ان هو كده هيخسر الاتنين، بيبان عليه ومتنيل على عينه ومحتاس، فيسحب لورا او يجر على طول لورا ويطلع من العلاقة دي. وفي رجالة ما شاء الله يعني اساتذة ورؤساء قسم في الموضوع ده، وده اللي احنا هنتعرف عليه. السرطان اذا حب وحط تحت حب دي بجد مليون خط ما يعرفش، يعني نفسه بس ما يعرفش، اخره ياخد فكرة، اخره يضحك يهزر، انما عشان قلبه يشيل اتنين كده في قلب واحد في نفس واحد ويعمل فنادق في قلبه ويسكت، ما يعرفش، يفشل في النقطة دي. انما رباعي خط النار ما شاء الله عليهم متمرسين. اعلى منه في ال11 الطور، ولكل قاعدة طبعا استثناءات. الطور شرحه نفس الكلام لو حب بجد. طيب انا دلوقتي ممكن اكتب لك يا محمد ابو زيد في التعليقات انا كنت اعرف طور مرتبط بخمسة، واقول لك 10 و20 و30، ما دام ما حبش ما عندناش مشكلة. هي الفكرة ان هو ما دام ما حبش حتى لو جه في القاع يقدر ان هو يسكن آلاف النساء، ما عندوش مشكلة. انما لو حب بجد نو، شخصيته صفاته ابدا ما ينطبقش عليها الكلام ده، والا كالعادة زي ما بقول يبقى طور مضروب على طول. نعلى بقى وناخد اخر برج قبل ما ندخل في منطقة وسط نلاقي العذراء. رجل العذراء في المركز العاشر، وهو نفس الفلسفة ونفس الكلام، ويحتاس على عينه لو دخلت في حياته اكتر من انثى، لا اخره يحب بجد وياخد فكرة. ما هو دي اقصى حاجة، اوعوا تحلموا كنساء باكتر من كده. يعني هو مرتبط بيك، عدت واحدة حلوة هيبص من تحت لتحت كده، ونفسه طبعا لو زميلته في الشغل تكلمه لازم، بصي لو خارج من البيت وقال لك انا مش طايق نفسي هتلاقي الابتسامة عريضة من الودن دي للودن دي، لو واحدة حلوة كده كلمته او ضحكت له حتى لو بيحبك ما يقدرش. يعني الرجال ما شاء الله عليهم ايدهم فرطة قوي في مواضيع معينة منها الموضوع ده. احنا هنبدأ نخش في منطقة وسطى وفي الجد شوية وفي الأبراج اللي يعني فنادق فنادق مقسمة قلبها أجنحة وفنادق وطوارئ وعاملة ريسبشن مش حارمة نفسها من حاجة يعني، وما تقفلش أبدا الباب إطلاقا ولا اللوكاندا في وش أي حد ما شاء الله عليهم. ولكن خلينا أقول كده، ندوس لايك نوعي البنات بقى، أو مش نوعيهم، نعرفهم إن دي طبيعة الرجل، وطبعا إلا ما رحم ربي يعني في رجال مستقيمة جدا، ولكن بنتكلم على الأغلب. يعني هنلاقي الجدي معانا في المركز التاسع، وهو أول برج في منطقة وسطى كرجل. يعني الموضوع بين البنين، لا هو أوفر أوي زي رباعي خط النار، ولا هو
تحت قوي، لكن ما يعرفش. يعني الجد يتكشف، يتعب نفسيا، يزعل لو بيحب بجد. دايما اكرر، ما عندوش هو المرونة الكافية ان هو يعمل حاجة زي كده. ندخل في الجد اكتر واكتر ونعلى، نوصل للمركز الثامن، نلاقي رجل الحوت الحساس الرومانسي قوي قوي قوي. رجل الحوت نفسه يرتبط بكل نساء العالم، سوما العاشق في نفسه، سوما العاشق نفسه ان هو يرتبط بكل نساء العالم، ولكن لو حب بجد ما يعرفش. يعني يبقى واحدة هي الحب الحب، واللف لفا اللف لفا، والباقيين هزار، نظرات، همسات، انما علاقة وانا بقى ما يعرفش، لا. تلاقيه يرجع ويروح جاري لحبيبته كده، ويخاف، هو بيخاف على حبه، او من الرجال اللي بتخاف على حبها، من رجال الابراج. ودي حلقة يعني ممكن ان احنا برضو نعمل اكتر رجال الابراج، او اكتر الابراج اللي بتخاف على حبها. لو عجبتكم اكتبولي في التعليقات. نخش في الجد اكتر واكتر، نلاقي الدلو اللي دماغه سايبة ومركبة نفاثة فوق السحاب. دايما بقول البرج الرايق، الرجل الرايق. بدأنا ندخل في الجد بقى، بدأنا ندخل بقى في الرجالة اللي بتساوي وراها قوي الموضوع ده، ويعني بتتقبله بشكل كبير من أول الدلو. نخاف شوية، ولكن إذا حب بجد هيكون الميل الأكبر والشيء الأكبر والاهتمام الأكبر ليها. إنما الدلو بيزهق وبيمل، ويعني نوع واحد بيزهقه هو كده. حتى لو بيحب فيحب يغير، ولكن هتكون في إطار صداقة. خلي بالك، يعني غالبا رباعي خط النار ابراج القمه ممكن تبقى شايفه مش عارفه بتحب مين، بحب دي ودي ودي. انما الدلو هيحب واحده وممكن يبقى ليه اصدقاء. لذلك رجل الدلو من اكثر الرجال اللي ليها صداقات في النساء. ندخل في الجد بقى، ندخل في الجد قوي بقى، ونوصل للمركز السادس، وما بالكم بالمركز السادس، ونلاقي اول برج ناري، وهو برج القوس الناري. بيصعب عليه نفسه، او بتصعب عليه ان هو يكسر بقلب اي واحدة. رجل القوس من الرجال دي شهم قوي في المواضيع اللي زي دي. انا يعني دي معجبة بيا، وانا يعني اقفل الباب كده في وشها، ده انا ما يجينيش نوم طول الليل. ما اعرفش انا ازاي، انا اعمل قلبي طوعني اعمل كده؟ لا، قلبه ما يطوعوش ان هو يعمل كده. وان كان لكل قاعدة استثناءات، وان كان طبعا هيبقى لعب من تحت لتحت كله كلام فاضي، ولكن الأساس هيفضل هو متمسك بيه رجل القوس. كل الأبراج دي في منطقة، والخمسة الأوائل في ليفل ومستوى ومنطقة تانية خالص. واستعدوا بقى للصدمة. رجل الأسد اللي حاسس بنفسه قوي في المركز الخامس، وهو من أكثر الرجال اللي ما يهونش عليها إطلاقا إن هي تكسر بقلب النساء. ودايما حتى لو مرتبط وبيحب بجد، يحب ياخد فكرة قوية، فكرة عميقة عن الأنثى اللي هو معجب بيها، واللي هي معجبة بيه حتى لو هو مرتبط. كل الرجال اللي سبق دي ممكن تاخد يعني فكرة سطحية كده من بعيد لبعيد. إنما رجل برج الأسد يحب التخصص، يعني هو من الرجال اللي تحب إن هي تدرس كل شيء بدقة. فلذلك هو من الرجال اللي بتيجي معانا في القمة في حلقة النهارده. انا عايز اقول برضو حاجه مهمه، رجاء في اخر الحلقه اسمعوها ضروري، مكمله لبعضها، رجاء مهمه قوي. نخش في الجد اكتر واكتر، وبرج الحبيب. انا معترف، شوفوا بقى، الحمل الناري في الرابع، مش بس في القمه، ده في رباعي خط النار. انا هروح منه فين؟ حاولت ان انا احطه بدري شويه، بحيث ان يعني يبقى في منطقة وسطى مش راكبة معاه خالص. لقيت في أبراج تانية هتتظلم، يعني حبيت إن أنا ألطف الجو كده وأحط الحمل في النص، مفيش فايدة. لقيته برضه من الأبراج اللي متمسكة بمركز في رباعي خط النار، لن يتزحزح ولن يتنحنح إطلاقا عن أي مركز من غير المركز الرابع أو مركز في القمة. أي نعم، رجل برج الحمل من الرجال اللي عندها متسع وعندها براح قوي كبير قوي، يستحق طبعا ان احنا نشيد بيه في حلقة النهاردة. ومش هتكلم اكتر من كده بقى، ونطلع لبرج تاني، نوصل للمركز التالت، نخش في الجد اكتر واكتر مع الميزان الهوائي. دخلنا في الابراج اللي بتعمل
يعني فندق وسويت وأدوار فوق بعضها، يعني الميزان ده. وهنا بقى الصنعة، بقى هنا بقى المعلمة بقى في الشغل ده. ولا تحسي الميزان إذا حب كرجل إنه يعمل كده ولا يحسسك. أنا هرتبط بعشرة، العشرة كل واحدة فكرها إن هي بس اللي في القلب وغيرك بصل. هو الميزان كده، اللي انت بس وما في، انت الحته الشمال وما فيش غيرك. انما لما يجي يقرر يرتبط بتبقى واقعه سودة، وبيقعد يلف حوالين نفسه كتير وهو متردد ويقارن ويختار طيب دي طيب دي حتى لو بيحب. فلذلك ما ياخدش موضوع الارتباط بسرعه ابدا. ولكن نعلى بقى ونخش في الجد اكتر واكتر، ونلاقي رجل اقوى في الموضوع ده اللي في المركز الثاني هو الجوزاء. رجل الجوزاء يا ساتر ويا حفيظ ويا مقيت، ورجل عنده براح كبير قوي ومتسع فوق ما تتخيلي. وهو راجل مزواق، يعني ذوقه عالي، ويحب ان هو دايما يكون لطيف وظريف وخفيف وجميل ومحبوب ومرغوب ومشهور والناس بتتكلم عليه. ومن هذا المنطلق ممكن يمشي بمبدأ امرأة واحدة في بعض الأحيان. لا تكفي يعني حبيبتي منكدة عليا، نهزر شوية مع دي، نضحك، دي مش راضية تخرج معايا، ما هياش فاضية، ممكن التانية، ما فيش مشكلة. هكذا رجل برج الجوزاء قلبه مفتوح للحياة دايما يعني. بينما متصدر الرجال في حلقة النهاردة هو العقرب المائي، ده أعلى رجال الأبراج أو من أعلاها مرتبة في الموضوع ده. وهو عنده براح شديد قوي قوي ومتسع كبير قوي، تقريبا يشمل كل نساء العالم، والرومانسية بتاعته بتطلع والحساسية بتطلع في البدايات، في البدايات فقط لا غير. لذلك رجل العقرب واحد من أشد رجال الأبراج في الموضوع ده. كده معانا كل الرجال ما شاء الله، ما سطروش إطلاقا. واكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي. وعايز أقول بقى حاجة، طبعا لكل قاعدة استثناءات. أنا اللي أنا عايز أقوله، يمكن أنا قلته في بداية الحلقة بشكل مختلف شوية، إن كل الرجال إذا حبت بجد، يعني حتى الست الحلوة البنوتة الحلوة لو أنت بنت بتبص عليها، فما بالك الرجل. ففي فرق بين واحد زي حالاتي كده غلبان، ممكن يكون مرتبط ومخلص وكل شيء، بس واحدة حلوة هو بياخد فكرة، جت تهزر معاه، فيعني العشم يعني هتقول عليا دم تقيل، بهزر انا كمان، ما احنا قلبنا اخضر احنا كابراج الحمل يعني كده. ولكن الاساس موجود، انت الزوجة، انت الحبيبة، انت الخطيبة، انت ده اللي انا عايز اقوله. وفي رجال تكتفي تماما بواحدة، وده استثناء القاعدة. يعني لو لفت كل نساء الدنيا حواليه، وان كنت انا اشك، صعب ان هو يضعف، مع ان اشك في النقطة دي. ولكن في الا ما رحم ربي طبعا، في دايما لكل قاعدة في الدنيا استثناءات. ولكن الانثى لما تفهم طباع الرجل تبقى اكثر مرونة وقدرة على التعامل معاه، احسن ما تكون بتتعامل مع واحد مش فاهمة شخصيته وماشية يمين في شمال في شمال ومش عارفة هي رايحة فين. اكتبوا لي اراكم، شيروا الحلقة دي، حلقة هتعجب كل النساء هتضايق كل الرجال انا عارف. فشيروا عشان انا عايز ان انا اضايقهم. ودوسوا لايك توصل لبقية اصدقائنا. واللي بيسأل ازاي تواصل معايا انستجرام فيسبوك، كل الروابط دي في وصف الفيديو او التعليقات، وان شاء الله نلتقي بكرة.